مرحبا بكم إلى الموجز الاقتصادي لهذا اليوم. قالت وزارة التخطيط إن العراق حاليا ما لا يقل عن 7 ملايين سيارة للقطاع الخاص فقط، عدا السيارات الحكومية والدراجات الهوائية وعربات الستوتات وما يعرف بالتكاتك. ورجحت الوزارة أن يصل العدد الكلي إلى 15 مليون سيارة بحلول عام 2035، مما يستدعي وضع الخطط اللازمة لإخضاع المستوردين لقرار المواصفات وشروط السلامة، فضلا عن خطط الاستيعاب العددية. أكد مستشار حكومة الكاظمي للشؤون المالية مظهر محمد صالح أن تعديل سعر صرف الدينار في ضوء تحسن الإيرادات النفطية يحتاج إلى عدة متطلبات يجب على الحكومة اتخاذها. وقال صالح إن تعديل سعر الصرف يتطلب تغطية العملة الأجنبية للسيولة المحلية، مبينا أن تفوق الاحتياطات الأجنبية على الاحتياطي النقدي ينبغي ألا يهدد ثروة الاحتياطي الأجنبي للبلاد. قال وزير النفط الحالي في العراق إحسان عبد الجبار إن زيادة إنتاج النفط بمقدار 400,000 برميل يوميا ستكون كافية لتلبية الطلب في سوق الطاقة. وأضاف عبد الجبار أن استعادة الإمدادات النفطية بواقع 400,000 برميل يوميا ستؤدي إلى استقرار سوق النفط، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والفحم في آسيا وأوروبا سيؤدي لارتفاع الطلب على النفط في فصل الشتاء. أعلنت شركة تسويق النفط في العراق سومو أن الشركات النفطية الهندية كانت الأكثر استيرادا للنفط العراقي خلال شهر أيلول الماضي. وأضافت الشركة أن الشركات الصينية جاءت في المركز الثاني، ومن ثم جاءت الشركات الأمريكية فالإيطالية واليونانية والتركية والكورية الجنوبية وغيرها من شركات النفط حول العالم. كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك باسم السالم عن ارتفاع صافي أرباح البنك بعد الضريبة والمخصصات مع نهاية الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 80% لتصل إلى 38.2 مليون دينار، كما شهدت إجمالي موجودات كابيتال بنك ارتفاعا ملحوظا خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري وبنسبة 45% لتصل إلى ما يقارب 4 مليارات دينار مقابل 2.7 مليار دينار في نفس الفترة نهاية العام الماضي. أعلنت شركة النفط السعودية أرامكو أن صافي ربح الربع الثالث من العام الجاري بعد الزكاة والضريبة بلغ 114 مليار و90 مليون ريال سعودي، حيث قفزت أرباح الشركة بنسبة 158%. وأشارت أرامكو إلى أنه خلال الربع الثالث من العام الجاري وصل مشروع توسعة محطة غاز الحوية إلى مراحل بناء متقدمة، موضحة أن المشروع جزء من برنامج زيادة حوض للغاز، حيث من المتوقع أن يبدأ العمل به في عام 2022. طالب البنك الدولي زعماء دول مجموعة الـ20 الثرية بالإسراع بالعمل على إعادة هيكلة ديون البلدان الفقيرة، بما في ذلك تجميد مدفوعات الديون وإلزام جهات الإقراض بالمشاركة في ذلك. وقال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي لزعماء مجموعة الـ20 المجتمعين في روما إن ما تم إحرازه من تقدم في علاج مشكلة ديون الدول الأكثر فقراً توقف الآن، داعيا إلى ضرورة بذل جهود عاجلة لاستئناف هذه العملية. هذا ويجتمع قادة القوى الاقتصادية العالمية في أول قمة شخصية منذ بدء جائحة فيروس كورونا، والتي تتناول بحث قضايا تغير المناخ والانتعاش الاقتصادي وكورونا والحد الأدنى لمعدل الضريبة العالمي على الشركات على جدول الأعمال. ختام الموجز الاقتصادي في أمان الله.